حلقة جديدة. أنا اسمي عبد الرحمن عمرو من مؤسسة الدكتور أحمد عمارة. الحلقة دي خاصة بجريدة الوطن. هنكمل النهاردة الفرق بين الإرادة والمشيئة اللي بدأناها الحلقة اللي فاتت. يعني إيه إرادة ويعني إيه مشيئة؟ يعني ربنا بيقول يريد الله بكم اليسر ومن شاء منكم أن يستقيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إيه الفرق بين إرادة الله ومشيئة الله؟ وهل للبشر دخل؟ طيب، الإرادة هي بس مختصة بالنية اللي أنا باخدها، أو بلاش نية لأن النية لازم فيها أكشن. الإرادة مختصة بالتفكير اللي أنا بفكره. يعني أنا النهاردة مثلا جعان، أنا عايز آكل، دي إرادة. إمتى تبقى مشيئة؟ لو قمت طبخت وكلت. فالمشيئة هي الإرادة زي الأخذ بالأسباب. عشان كده زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، مشيئة ربنا هي علم وحط أسباب. يعني الله يعلم إن الهدف مثلا الغنى ليه أسباب توصله، حط الأسباب دي اللي ياخد بها يوصل للغنى. والإنسان له الحق المطلق إن هو يوصل للي هو عايزه. حلو؟ تاني، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللي يشاء الهداية الله يهديه. طيب ليه بقى لما بتحصل لنا مصايب بنقول ده ربنا اللي شاء كده، ويبدأ نقول قدر الله وما شاء فعل؟ ليه بنعلق الشماعة على ربنا؟ يعني ايه قدر الله وما شاء فعل؟ خلينا نمسك قدر. يعني ايه قدر؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون. إن الله قد جعل، أو قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدر يعني قانون محكم دقيق. كل شيء في الكون ليه قانون محكم دقيق لازم تاخده عشان توصل للحاجة دي. حلو؟ الله وضع هذا القانون. طيب ده معنى قدر الله وما شاء فعل؟ اللي هياخد بالقوانين هيوصل للنتائج. بمعنى لو انا النهاردة نفترض ان دي سكينة، ربنا وضع قانون السكينة ان هي بتقطع. طيب ده قدر الله ان السكينة بتقطع. وما شاء فعل؟ لو انا مسكت السكينة وخدت بأسباب القطع ومشيتها على صباعي، صباعي هيتقطع. ده معنى وما شاء فعل. اللي هياخد بالنتيجة او هياخد بسبب هيوصل للنتيجة. مثال تاني، النار. القانون بتاع النار ايه؟ اللي هي بتحرق. يبقى قدر الله وما شاء فعل يعني قدر الله ان النار بتحرق. وما شاء فعل، اللي هيحط ايده في النار هيتحرق. فاوعى يخدعك الشيطان ويقول لك انت ما حققتش الهدف ليه؟ اصل ربنا ما شاءش. لا يا حبيبي، انت اللي بتشاء وفق مشيئة ربنا. الله شاء اصلا ووضع الاسباب. الله شاء ووضع الاسباب اللي انت توصل بيها للهدف. فخليك واثق بقى، اي فكرة تيجي في دماغك انت الان الله شاءها وعندك الامكانيات دلوقتي حالا ان انت توصل لها. ابدأ ركز بقى وقول الآية اللي بنقولها كل يوم جمعة في سورة الكهف، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أكيد في طريق ونتيجة أو سبب أخد بيها توصلني للنتيجة بشكل أسرع وأسهل. ونبدأ حلقة جديدة المرة الجاية. السلام عليكم.